بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتوره شملان ربيعه، طبيبه بمستوصف الادارسه. دعيت هذا اليوم الى اليوم العالمي للاحتفال بالمراه في 8 مارس لتكريمي من طرف هذه الجمعيه التي نشكرها جزيل الشكر لهذه الالتفاته الطيبه. ونتمنى دائما ان يكون الاهتمام بالمراه ليس فقط في هذا اليوم وانما على طول السنه باذن الله ان شاء الله.